المدينة الجديدة عبارة عن توسع اسطنبول في اتجاه شمال اسطنبول بسبب انتهت الأراضي الصالحة للبناء في المناطق التي حاليا موجودة، فالدولة أعطت لمنطقة جديدة إعمار. فنشاهدها عبر الشاشة، هذه هي خريطة اسطنبول، مطار اسطنبول القديم في منطقة باكركوي، مطار أتاتورك أخذته الدولة من الجنوب، والآن هو موجود على بحر الأسود في شمال اسطنبول، مطار اسطنبول الجديد. هذه هي منطقة باشاكشهير، منطقة باهتشهير، منطقة هادومكوي ومنطقة أرنوتكوي. جميع هذه المناطق الدولة قالت بأنها انتهت الأراضي الصالحة لبناء في هذه المناطق، ولذلك توسع اسطنبول في اتجاه شمال اسطنبول، وأكبر سبب هو موجود المطار هنا، فتحت هذه المنطقة للإعمار، المنطقة التي حددتها. ما معنى فتح المنطقة للإعمار؟ جميع الأراضي الزراعية الموجودة في هذه المنطقة دخلتها الدولة الأراضي السكنة تجاري وسياحي، وتسميت هذه المنطقة يني شهير، مدينة اسطنبول الجديدة. المشاريع التي قامت بها وزارة النقل فوق المدينة الجديدة نوضحها عبر الشاشة. الجسر الثاني التي يأتي منه الطريق ويرتبط إلى طريق نفق كوزي مارمرة وينتهي هنا. من الشمال يذهب هذا الطريق إلى مطار اسطنبول، من الجنوب يذهب إلى مول في اسطنبول. هذا الطريق الآن لديه تكميل من فوق باشاكشهير ومن فوق قياشهير، ويرتبط إلى جسر معلق. حاليا هنا موجود جسر معلق قيد الإنشاء من قبل وزارة النقل، ويوجد طريق آخر يأتي من الجنوب، من الطريق التي يذهب إلى شطالجة يأتي طريق آخر ويتصل إلى طريق الجسر ويذهب إلى كوزي مارمرة ويذهب إلى المطار. هذا الطريق قيد الإنشاء، ويوجد لدينا طريق آخر يأتي من قياشهير يعزل بين المدينة القديمة وبين المدينة الجديدة ويرتبط إلى كوزي مارمرة ويذهب إلى المطار. ووزارة النقل أعلنت عندما ينتهي الجسر الأول، وهو الآن قيد الإنشاء انتهى 70% تقريبا، سوف تقوم بإنشاء الجسر الثاني، وحددت الموقع. هذه من ناحية وزارة النقل بالطرق. طيب، ما هو المشروع الأكبر التي سوف تقوم به وزارة النقل؟ الجنوب اسطنبول موجود فيها بحر مارمرا، والمشروع هو قناة اسطنبول التي يأتي من بحر مارمرا ويمتد من بحر مارمرا إلى بحر الأسود ويمر من وسط المدينة الجديدة، وتصبح المدينة الجديدة يمين وشمال حاليا البحيرة كما تشاهدوا، ومستقبلا القناة. ولأول مرة الدولة ماذا فعلت؟ فعلت منطقة أربع أطرافها هايوي. من الجسر الأول بإمكاننا نأتي ونصل إلى المدينة الجديدة، من الجسر الثاني نستطيع نأتي ونصل إلى المدينة الجديدة، من الجسر الثالث نستطيع نأتي ونصل إلى المدينة الجديدة، ومباشر شمال اسطنبول، شمال المدينة الجديدة موجود مطار اسطنبول الجديد. هذه هي الطرق التي قامت الآن بإنشاؤها وزارة النقل. وزارة البلدية قامت بإنشاء أولاً منطقة صازبوسنا، منطقة دورسونكوي، ومنطقة باقلا البويلك. هذه ثلاث أحياء أعلنت عنها وزارة الإسكان توكي بإنشاء 100,000 وحدة سكنية. ومنطقة باقلا البويلك كما تشاهدوا بدأت بإنشاء 16,000 وحدة سكنية. هذا أول مرحلة التي قامت بإنشاؤها.
منطقة دورسونكوي 14,000 وحدة سكنية قامت بإنشاؤها إملاك كونوت باشتراك مع تركيش أيرلاينز، وهذا قبل 6 شهور تم افتتاحه للأتراك نحن، وتم تسجيل في القرعة. هذا أول إطاب 14,000 وحدة سكنية. كم هو عدد الوحدات السكنية الكاملة في هذه في هذا المشروع؟ هي عبارة عن 60,000 وحدة سكنية. لماذا الدولة أعلنت هذه المنطقة والتركيش أيرلاينز يهمها هذه المنطقة الإنشاء في على أراضيها؟ كما تشاهدوا المطار بجانب هذه المنطقة، والمطار يشتغل به فيه نحن نقول استهدام كما أنتم تسمونه توظيف 225,000 موظف. فجميع هذه الموظفين ماذا يحتاجوا؟ يحتاجوا إلى وحدات سكنية قريبة من المطار، وبالإضافة الزوار التي يأتوا إلى هذا المطار يحتاجوا إلى مدينة بجانب هذا المطار. لذلك تركيش أيرلاينز مع إملاك كونوت بدأت بإنشاء 60,000 وحدة سكنية، وأول إطاب التي هو 14,000 وحدة سكنية قامت بفتحه القرعة قبل 6 شهور، والآن هو قيد الإنشاء. سوف نشاهد فيديو هذا على الواقع. Burası tabii 3.600.000 metrekare alan. Konuşmamızda başkanımıza ben de ifade etmeye çalıştım. Nitelikli konut ve yaşam alanları ihtiyacını da beraberinde getiriyor. Şimdi de bu ihtiyaca karşılık verebilmek için bu toprakların iki milli değeri, Türk Hava Yolları ve Emlak Konut bir araya geliyor. Mega projelerin kesişim noktasında 3.600.000 metrekarelik alanda yepyeni yaşamların ilk adımları atılıyor. Kent meydanları, bölge parkları, eğitim merkezleri, dini tesisleri, entegre ulaşım ağları, spor alanları, kültürel tesisleri, her ihtiyaca uygun donatıları ve çok daha fazlasıyla yeni bir şehir hayat buluyor. Az katlı yatay mimari anlayışıyla hep özlemini duyduğumuz mahalle yaşamının temelleri birlikte atılıyor. Ülkemize hayırlı olsun. En büyük güç birlik olmaktır. الثقافة كما نحن نسميها سوسيال هيزمت شهرة، مدينة الثقافة في إسطنبول في منطقة ياسوئرن. وزارة البلدية أعلنت فوق 150,000 متر مربع سوسيال هيزمت شهرة. طيب ما هي هذه السوسيال هيزمت شهرة؟ كما قلنا قبل قليل أن المطار يحتاج إلى عدة خدمات بقربه، فهذه أحد من المناطق الموجودة التي أعلنت عنها وزارة الإسكان سوسيال هيزمت شهرة. يوجد داخلها مساجد، حدائق، ملاعب، عدة فعاليات للمجتمع. وأكبر شيء جميل فعلته الدولة وضعت داخلها دار العجزة. Laf yerine hizmet ve icraat üreten anlayışımızın en güzel örneği bugün açılışını yaptığımız şu güzide eserdir. Darul Aceze Sosyal Yaşam Şehri'nin temelini bundan yaklaşık 1,5 yıl önce 20 Mayıs 2022 tarihinde atmıştık. Hamdolsun bugün de açılışını gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Ümmiyet şirket لهذه المنطقة. نحن نعلم منطقة شنينجير هي أحد من الأحياء التابعة للمدينة الجديدة، وفوقها مباشر منطقة دورسونكوي التي موجود فيه مشروع تركيش أيرلاينز طيران التركي زائد إملاك كونوت. مباشر بجنوب هذه المنطقة موجود حي تشلينجر وجميع الشركات الخاصة، ونحن كذلك تملكنا في هذه المنطقة في هذا الحي أراضي وننتظر موافقة البناء لكي نقوم بإنشاء على هذه المنطقة. وأريد أن تشاهدوا صورة من الخريطة الجديدة للمدينة الجديدة. يمين هذه المنطقة هي تشلينجر، ومقابلها مباشر سازبوسنا. تشلينجر لديها ألوان ملونة، كل لون يعني تصنيف. اللون الأصفر هو عبارة عن أراضي سكنية، اللون الأورانج هو عبارة عن أراضي تجاري زائد السكني،
اللون الأحمر هو أبراج مجمعات من قبل الشركات الخاصة، وكما تشاهدوا اللون الأزرق موجود داخل المدينة، هذا يعني مدارس، مساجد، مناطق ثقافة، مباني ثقافة للمنطقة، وجميع هذه الأبراج حاليا التي نشاهدها تبعد عن القناة فقط 600 متر. طبعا المنطقة تأتي كوادي طرفين مرتفع وتنزل إلى قناة من وسطها حاليا يمر بحيرة، مستقبلا سوف تكون هذه قناة إسطنبول. وأجمل شيء في هذه المنطقة في حرم القناة كما تشاهد موجود طريق، وبعد تأتي حديقة، وبعد يأتي السكن حول القناة. كما نشاهد نحن الآن هذه صورة تصوير درون من شمال إسطنبول إلى جنوب إسطنبول، هذه منطقة قياشير، ونحن تحدثنا أن يأتي منها طريق ويرتبط إلى جسر معلق، وهذه منطقة إسبارتا كوليبزميفلر، يأتي منها طريق ويرتبط إلى هذا الطريق ويذهب إلى المطار، اسمه كوزي مارمارا، هذا الطريق قيد الإنشاء. طيب منطقة باهتشهير هذه هي، كما تشاهد أول ما تنتهي باهتشهير تأتي المدينة الجديدة، هذه حاليا نحن أراضينا. منطقة باهتشهير هي تابعة لباشاكشهير، وانتهت الأراضي الصالحة في هذه المنطقة. الدولة ماذا فعلت؟ بسبب توسع إسطنبول، وأرادت الدولة أن توسع إسطنبول في اتجاه شمال إسطنبول بسبب المطار، فتحت هذه المنطقة للإعمار، جميع الأراضي الموجودة هنا أعطتها تصنيف سكني تجاري وسياحي، وجميع الأراضي الزراعية دخلت إلى الإعمار في هذه المنطقة، أكبر منطقة حاليا جاذبة للاستثمار، إطلالته حاليا إلى بحيرة، مستقبلا سوف تكون إلى قناة إسطنبول، وإطلالتها إلى جسر المعلق التي هو قيد الإنشاء الآن. أريد أن الآن أتكلم عن أحد الأراضي، أرض مثال من أحد أراضينا 113-23. هذه الأرض كانت قبل سنة ونصف كانت أرض فقط زراعي، فأتى إليها الإعمار، كما تشاهد أصبحت داخل تنظيم الإعمار. كما نشاهد أرضنا التي كانت زراعي أصبحت داخل تنظيم الإعمار، جزء من أرضي حاليا هو داخل قطعة صالحة لبناء مدارس، من وسط أرضي يمر طريق 15 متر، وجزء من أرضي على قطعة صالحة لبناء مدخل ذات 3 طوابق، وقطعة من أرضي على طريق 41 متر. هل حاليا أستطيع أن أبني على هذه الأرض؟ لم أستطيع، لذلك الدولة ماذا تقول؟ بلدية أرناوتكوي تقول إفراز إشلاملرinden kaynaklanan ve imar uygulamalarını etkileyen işlemler 18. madde uygulama bürosunun sorumluluğundadır. تم فرز أرضك الزراعية إلى أرض سكنية. ما هو معنى الفرز؟ باستنادا لمادة 18، قطع من أرضك 45% مقابل تحويلها من زراعي إلى سكن. وتقول لي اذهب إلى وزارة البلدية وشيك على موقعك الجديد، أصبحت أرضك موقع جديد وبأمتار جديدة، يعني مقطوع منها 45% وأصبحت داخل تنظيم الإعمار مدخل زائد 3 طوابق، يعني 4 طوابق صالحة لبناء سكن. هذا هو موقع وزارة البلدية. وزارة البلدية طبعا إملاك كونوت توكي تابعة لوزارة البلدية، تقول إسطنبول إلي يعني شهير ريزارفيا بولن، تم فرز جميع الأراضي الموجودة في المدينة الجديدة وتم تحويلها إلى أراضي سكني تجاري وسياحي. حمل الملف من هنا، نضغط إلى هنا ونحمل الملف لكي نشاهد أين ذهبت أراضينا. طبعا من موقع الرسمي لوزارة البلدية نفعل هذه العملية. هذا هو الملف التي حملناه من وزارة البلدية. ماذا فعلنا نحن؟ ضغطنا إلى رقم أرضنا 113-23 وتأكدنا من أرضنا هي في حي هجمشل. طبعا كما تشاهد هنا جميع وزارة البلدية تم توقيع على تنظيم الإعمار الجديد، يعني هو المخطط انتهى، أصبحت جميع الأراضي تحويلها من الزراعي إلى السكن. أرضنا في حي هجمشل رقمها 113-23 صحيح، أرضنا 5177 متر. ماذا فعلت الدولة؟ قطعت منها 45%، أصبحت أرضنا الآن 2847 متر، وقالت لنا الدولة أرضك التي كانت رقمها 113-23 أصبح رقمها 837-5، اذهب إلى رقم 837-5 وسوف تشاهد أرضك الجديدة. هذا هو مخطط مدينة جديدة. نحن ماذا فعلنا؟ ضغطنا إلى رقم أرضنا الجديد 837-5 لكي نجد موقع أرضنا الجديد أين هو. الدولة ماذا فعلت؟ أخذت من يدي الأرض القديمة التي كانت رقمها 113-23، وماذا فعلت؟ مقابلها قطعت مني 45% وأصبحت أرضي مربع صالحة لبناء مدخل زائد 3 طوابق. كانت أرضي زراعية 5177 متر مربع،
أصبحت أرض الآن 2847 متر مربع صالحة لبناء متخزاء 3 طوابق. كما شاهدنا هذا الطريق هو 15 متر وهذا الطريق هو 41 متر. هذه هوسبيتال مستشفى وهذه مدارس. هذا هو اسمه إفراز إشلامي، تحويل من الزراعة إلى السكن. سبق نحن شاهدنا في قيا شهير، بحشة شهير وهضم كي. نفس هذه العملية الدولة كل 7 سنوات، كل 10 سنوات ماذا تفعل؟ تأتي إلى منطقة جديدة وتأخذ جميع الأراضي الزراعية وتحولها لأراضي سكن تجاري وسياحي. وهذه الفرصة تأتي كل 7 سنوات 10 سنوات مرة واحدة. شكرا جزيلا لكم.